السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الطموح والعزيمة والإرادة، عن الحلم. الحلم مش مستحيل بس عاوز شوية إصرار. مش هدخل في موضوع حلقتي، خلينا نصبح بزميلتي أستاذة هند. صباح الخير يا أستاذة هند. صباح الخير يا أستاذة هند، أهلا بيكي حبيبتي، نورتي برنامج أسرار الحياة. ربنا يخليك. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وربنا ما يقطع لنا عاده وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. النهارده زي ما عودنا حضراتكم كل حلقه بنجيب ضيف بنستفيد من خبراته وسر من اسرار المهنه بتاعته. معانا النهارده استاذ محمد نصحي، شاب طموح عنده مشروع حابب ان هو يحققه، والمشروع دوت لو بجد فعلا يتحقق هيحقق ملايين الجنيهات، وكمان هيساعد الشباب كتيره، بجانب ان هو كمان صاحب شركة اسرا للاستيراد والتصدير. طبعا انا مش هدخل في المشروع واهميته وايه اللي هيعود عليه والكلام ده كله، هسيب كل الكلام لاستاذ محمد نصحي. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، اتشرفت طبعا بحضراتكم وانتوا اديتونا الامل. ربنا يخليك. وده طبعا واجب الاعلام ان هو يظهر الشباب ويدوله الطاقه الايجابيه. أكيد. اللي تخليه يكمل في مسيره النجاح ان شاء الله. طبعا اتفضلي. قبل بس ما ابدا موضوع حلقتي عاوز اتعرف بحضرتك وشركه حضرتك. طبعا اقول حاجه قبل ما اعرف نفسي لحضرتك. اتفضل. طبعا بتمنى تكون الحلقه ديتي رساله قويه للشباب. في الوقت الحالي الشباب محتاج طاقه ايجابيه. اكيد طبعا. ويا ريت كمان صوتي يوصل لسياده الرئيس، لان كلنا كشباب محتاجينه، لان في قيادات او في ناس مش على درجه التطوير اللي سياده الرئيس بدعي اليه. فطبعا انا طبعا محمد نصحي محمود من دمياط، من مركز فرسكور، من قريه بسيطه جدا. طبعا اتولدت في ظروف خلتني اعتمد على نفسي من يمكن وانا في ابتدائي. وطبعا اشتغلت في حرف كتير وفي حاجات كتير، وتعلمت التجاره في التموين. يعني انا كان والدي صاحب بقاله تموينيه. تمام. طبعا البقاله التموينيه دياتي في وزاره التموين اسمها بدال تمويني. يعني يمكن ما فيش كتير في مصر، يمكن من فتره كبيره قوي ما فيش حد بياخد الرخصه دي. طبعا بدال تمويني يمكن في مصر كلها حركه 37000 حاجه، و30000 بدال. طبعا انا اشتغلت في التموين وكونت. مش برضو فضل. هي جملة بدال تمويني. أنا سألت عليها. يعني شوفي حضرتك. مش عارف يعني ايه بدال تمويني. طبعا لازم توضح لنا. بدال تمويني ده طبعا اللي هو بيصرف الدعم للمواطن. يعني المواطن طبعا اللي يستحق الدعم ليه بطاقة تموينية، بيروح يصرف بقى الزيت والسكر من البدال التمويني. البدال التمويني ده بقالة على قد حالها. يعني يمكن كلها شكل بعضها على مستوى مصر. غير طبعا بنفس البطاقه بيصرف العيش. طبعا الدوله بتدعم المواطن، يمكن فوق 60 مليون مواطن الدوله بتدعمهم في الشهر. طب احنا معانا شهادات حضرتك. الشهاده دي كانت فين؟ طبعا ديتي في السعوديه. حضرتك سافرت السعوديه؟ طبعا قعدت في السعوديه فوق 16 سنه. جميل. وطبعا استفدت خبرات كتير. طبعا بدايتها كانت في مصر. وعشان كده كونت مشروع اسمه تطوير وتحسين بقاله تموينيه. مش واضحه شويه. مع مين دي؟ ديتي وقت تكريمي من وزير الدفاع. كنت طبعا اسست مؤسسه. طبعا انا احكي لحضرتك يعني بدايه كده لغايه لما وصلت. اكيد يا فندم. لو تسمحوا لي طبعا. لا طبعا اتفضل يا فندم. طبعا حضرتك انا طبعا اشتغلت من وانا صغير واعتمدت على نفسي، ويمكن وانا بدرس كنت بصرف على نفسي. وطبعا كونت بصفه ان انا كنت بدال. وطبعا كان تموين زمان كان بيجي في شكاير، السكر بيجي في شكاير والزيت بيجي في براميل. يعني كان اصعب من دلوقتي بكتير. تمام. فاتعلمت يعني ايه تجاره، وطبعا كسبت خبرات، وبعد كده سافرت السعوديه. ده الشغل الاساسي بتاع حضرتك؟ ده الشغل اللي هو الحالي، شركه حضرتك. الحالي. بس انا حابب تصدير صح؟ لا يعني يعتبر مؤسس شركه تسويق ملابس وفتح سنتر. سنتر اهم حاجه عندك المشروع. بس انا حابب ان طبعا ان انا اوصل مشروع اللي انا تعبت فيه وقدمته. وقدمته للمكتب التموين، ومدير مكتب التموين شجعني، ومدير الاداره ومدير الشؤون التموينيه في المديريه. تمام. ووكيل الوزاره في المديريه. بس للاسف ما فيش عندهم
اي صلاحيات ان هم يعني. انا طبعا تواصلت اكتر من 3 سنين متبرع بمكان وعايز اعمل مشروع تطوير وتحسين بقرى طمنين. شوف تخيلي ان الدوله بتدعم المواطن فوق 60 مليار شهريا. تمام. المبلغ ده بيطلع من وزاره الماليه طبعا لوزاره التموين، بيطلع طبعا للمؤسسات، تبعت الزيت والسكر للمؤسسه. الزيت والسكر يروح للمواطن وعلى كده وخلاص. طيب انت كدوله يعني انت عندك منافذ بيروح لها في الشهر فوق 60 مليون، يمكن مرتين وثلاثه في الشهر. طيب طب انا اديهم التموين واعمل لهم مكان محترم شبيه لكارفور وقلص البدال التموين اللي هم 37,000 في مثلا في 1500 منفذ على مستوى الجمهوريه يليق بوزاره التموين وبالدوله المصريه الحديثه. فطبعا انا سعيد كتير ان انا اوصل المشروع، وطبعا وصلت يعني خلاص ان انا ما عادش في امل ان انا اوصل مشروعي. وبعد كده في فشل، وطبعا الفشل ده كون اكتر ان انا اكمل في مشروع تاني. وطبعا انا بكمل في منطقه محتاجه التنميه والتطوير. حضرتك شغلك كله في دمياط. انا دايما الناس اللي معاه فلوس بيجري على المدينه، عشان كده حضرتك تلاقي في تكدس في المدينه وايجار عالي. والمواطن بيروح الايجار ده بيعود على المواطن بالغلاء، والمواطن التاني سايبينها طبعا بدون اي انما انت مثلا النهارده لما تروحي تنمي مشاريع صغيره وتساعد المشاريع الصغيره اللي هو ستارت اب اللي الدوله بتدعي له. ويمكن من كام يوم سياده الرئيس نزل مشروع تطوير 1000 قريه، والحظ يعني اننا موجود مع حضراتكم في الحلقه اننا وصل فكره المشروع بتاع التموين. لان مشروع اي مشروع حد مسؤول يتبنى المشروع ده. طبعا طبعا انا يعني التموين هو اهم حاجه في الدوله، لان انت عندك فوق نسبه كبيره ناس كتير قوي محتاجين. انت عارف يعني ايه 60 مليون بياخدوا دعم من الدوله ومبلغ بيطلع؟ يعني هو الدعم بيجي على الكل، بيجي على الكوره طبعا، الكوره والمدن وكل حاجه، بس اللي يستحق الدعم يعني كله، مش طبعا مش ناس معينه. طبعا اللي يستحق الدعم بس. بس احنا معظمنا كله، معظم الدول كلها او معظم هنا 60% نسبه كبيره ان الدوله تعمل لهم دعم. لا حضرتك انت عارفه يعني ايه فوق ال 60 مليون دولة بتدعمهم؟ ده هو يمكن اكبر شريحه في الدعم في الوقت الحالي. وهو طبعا الحاجه اللي بتسند المواطن اللي هو الفقير والطبقه المتوسطه. اكيد ناس كتير عايشه في ناس كتير طبعا. فتخيلي بقى ان انت تخلي الناس دي بيجوا للبدال التمويني مرتين وثلاثه في الشهر. طب انا كدوله استفاد من الناس دي واوفر الدعم. يعني الدعم ده من شوف تخيلي لما انا ابقى عامل صرح كبير فيه عيش، تموين، خضار، ادوات منزليه، ادوات كهربائيه شبيه لكارفور والمواطن يدخل. شوف انت هتشغلي قد ايه شباب، يعني شوفي لما تنفذي المشروع الصبح وتدي وتعملي اندماج. مثلا انا في قريه، تمام؟ تمام. القريه دي فيها 5-6 بدالين. لما تيجي كدوله وتقولي انا هقنن وهديك قطعه، هديكوا يا خمسه بدالين او 6 بدالين قطعه ارض ومعاكم المخابز. واحنا هنعمل مشروع شبيه لكارفور مثلا، والمواطن يخش يلاقي في موظفين هتساعد، هتشغلي شوف 1500 اكيد مش هيبقى فيه عطليه ولا اي. طبعا اكيد اكيد. فانت شوفي لا غير كده كمان ايه 1500 اقل منفذ هيبقى فيه 50-60 واحد شغال. بص يعني انا حاسه استاذه ايه ان المشروع فيه هدف اكيد. يعني مش مجرد مشروع زي اي شاب عايز تطلع في دماغه مشروع وخلاص يعمله. لا انا حاسه ان المشروع فيه هدف وهيعود للدوله كمان. اكيد يعني طبعا. يعني المشروع بتاع حضرتك هيعود للدوله بفايده. اكيد. بقول لحضرتك انت هتوفري بعد انتهاء من المشروع هتوفري الدعم. ده غير ان انت هتفيدي المواطن وهتفيدي الشباب في التشغيل. لان انت النهارده لما تيجي النهارده تعملي الصرح ده والدوله هي اللي تحكمه او تتحكم فيه، هيبقى عندك مستودعات مركزيه واستودعات فرعيه. تمام. يعني شفت خيالي سياده الرئيس دعا في اول توليه مشروع الشباب اللي هو هيجيب عربيه للشباب. طيب العربيه ديتي جيت مين اللي استلمها ومين هيشتغل في ايه؟ مفيش اصلا حاجه او حد ساعد الرئيس ان هو يعمل مشروع يساعد فيه بتشغيل الشباب. شفت خيالي بقى ان المشروع ده لو اتنفذ هيبقى فيه مستودعات مركزيه مستودعات فرعيه. بس ما تنفذش لحد الان. ايه؟ ما تنفذش. انا بقول لحضرتك ما عرفتش اوصل. يعني انا كنت كل ما بروح لمكان بلاقي الطريق مسدود. وتعبت وصرفت كتير وكنت متبرع بمكان يعني ابتدي فيه. يعني انا كنت اخد براند.
اخدت بال حضرتك؟ مشروع مضمون 100%. شوف تخيلي بقى ان انا اصرف كتير وكلفت نفسي وفي نفس الوقت كمان ان انا راجل كمان يعني كان من ثوره يناير لغايه النهارده انا كنت في السعوديه وقت الثوره. واتفاجئت ان في ثوره وكان في شباب في مصر بيعملوا سبونسر ضد الدوله. فبدات ان انا اعمل سبونسر وحصلت ظروف ان انا عملت مؤسسه ودخلت الجيش السعودي ومسكت المراكز الصحيه في المنطقه الجنوبيه في منطقه حساسه جدا. يعني انا شفت كنت بشوف الجيش المصري جوه الجيش السعودي وكانوا الاثنين واحد ما شاء الله. وكان في وقت ما كانت مصر محتاجه الدعم كنت بشوف الجيش السعودي كاني شايف الجيش المصري. وحبي الوطني ساعدني ان انا اطلع لي كارنيه استخبارات وبقيت اخش اعمل تطوير في الكتايب تبع الاستخبارات. كنت مكانه او بوزيشن حلو. طبعا. وبرده حصلت ظروف والمؤسسه ديتي برده راحت مني ونزلت مصر ابتدي بمشروع جديد. حضرتك ضمن اي جهه سياسيه؟ لا انا مش منتمي لاي جهه سياسيه. اللي وصل لكل ده لا بصي يعني حضرتك انا انتمائي دايما طبعا لمصر. ولاي حد بيحافظ على كيان مصر او بيسعى ان هو يخلي مصر في مكانتها الطبيعيه. تمام. يعني ما دخلتش احزاب. يعني انا دايما كنت مع من يناير ولو حد حضرتك دخلت صفحتي هتلاقيني ماشي من يناير لغايه دلوقتي على نمط واحد. ويمكن توقعاتي كمان يعني كانت توقعاتي كانت صحيحه. وطبعا يعني طبعا انا فرصه جميله جدا ان انا طلعت وقلت الكلمتين دول في وقت انا كنت محتاج ان انا اوصل صوتي للمسؤولين. طيب استاذ محمد فضل. دلوقتي حضرتك جاي معانا النهارده في الحلقه عشان تتكلم عن المشروع بتاعك. تمام. بس لغايه دلوقتي المشروع ما اتنفذ. ايه هي طلباتك للمسؤولين علشان يساعدوك وتحقق؟ انا اتمنى طبعا ان المشروع ده يوصل لسياده الرئيس. لان المشروع ده مشروع قوي جدا. ونفس الهدف اللي هو التقنين والتطوير وكل المشاريع اللي بيدعي لها سياده الرئيس كلها بالنفع للشباب. بس الرئيس مش هيعمل كل حاجه لوحده. اكيد. وللاسف احنا بنروح لموظفين هم يعني ما فيش عندهم الا فكر وسيستم ماشيين عليه. ان يعني مثلا انا رحت لوكيل وزاره التموين بقول له يا فندم مشروع زي كده قال لي انا ما فيش في ايدي اعمل لك حاجه. كويس بس ما فيش في ايدي اعمل لك حاجه. وانسان محترم جدا وكل اللي انا قابلتهم كانوا بيشجعوني جدا. ده غير ان انا مثلا طلبت ان انا اطلع مؤتمر الشباب وسعيت ان انا الاقي حد يوصلني ما لقيتش. فاتجهت لاتجاه اخر اللي هو هعمل شركه وهشتغل في الملابس وهبدا برضو من المكان ده اعمل حاجه جديده. تمام. اللي هو ايه ما بصي حضرتك في مصر دايما لما تعملي حاجه حلوه هتلاقي الناس كلها بتقلدك. اكيد. اخدت بالك انت لما تخشي جوه الكره وتعملي مشاريع جديده هتنمي فكر الشباب الموجودين. انما للاسف الشديد احنا لما بنيجي نعمل حاجه حلوه النهارده الناس بتبص لنا بصه مش كويسه. ليه يعني والله يعني. طبعا والله ليه لان مفيش الدوله ما بتدعمناش ما بتنجحناش. طبعا في تحسن احسن من الاول بكتير. في دوله جديده خالص يعني انا سافرت دول كذا دوله ببقى سعيد جدا وانا شايف الطرق وشايف التطوير اللي بيحصل في مصر ببقى كنت بتمناه. فعشان كده النهارده برضو في الوقت الحالي انا موجود مع حضراتكم يعني طبعا ده تطوير ان أكيد. الشباب بيبدا يوصل صوته للمسؤولين وفي دعم برضو من الدوله اللي هو ستارت اب باورز اللي هو على المشاريع الجديده. احنا برضو يعني كل مشروع ليه دراسه جدوى طبعا فاكيد عملت لها دراسه جدوى فعاوزين نعرف دراسه جدوى حضرتك ليه. يعني دراسه جدوى للمشروع الحالي أكيد. انا عملت اسست طبعا الشركه وعملت دراسه جدوى مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه. الحاله الاولى اللي هي طبعا هعمل سنتر واجرب فيه الملابس واشوف ايه الدنيا واعرف لان دي حاجه بالنسبه لي جديده. بس طبعا دار شركه يقدر يدير حاجه زي كده اي حاجه تاني طبعا. القياده واحده وفي نفس الوقت اعرف ايه المطلوب في السوق. وبعد كده عملت مكتب جمله وبدات ان انا ابدا اشتغل. طبعا الازمه الحاليه اللي هي كورونا كان في دخل بيجيني وقف الدنيا كلها طبعا. فكان في دخل بيجيني من مكان تاني توقف خلاص فما عدتش قادر ان انا ايه اكمل. طيب انا عايز اخش طبعا الستارت اب فلازم ان تجيب رخصه. طيب لما انا اجيب رخصه انا باني في قريه 90% من الكوره ببنوا بدون ترخيص. شوف تخيلي بقى ان انا بنيت ونيتي ايه وبعمل مشروع تطوير مش حد فاهمني في البلد اللي انا فيها.
وقابلت نقد هدام وتعبت بسببه وبقيت اكمل. بس يا استاذ معلش برضه في الحته دي لازم يكون في تصريح. انا ما لقيتش في تصريح. كل الناس اصلا كانت بانيه بدون تصريح. تخيل ان انا اتحمل لي حاجه و50 قضيه واصرف عليهم وارجع اخش تقنين والفلوس اللي انا شغال بيها في السطراني وعامل حسابي عليها بدات تخلص خلاص دفعتها في التقنين. فالنهارده انا وقفت فمش عارف ابيع ارض، مش عارف ابيع اي حاجه خالص عشان اكمل المشروع. فبدات اسعى في ان انا اعمل رخصه. طبعا طيب انت راجل بني عشوائي يا فندم، انا عملت تقنين وجبت النموذج رقم 3 يقول لي لا انتظر قرارات الدوله. طيب انا عايز مشروع انا دلوقتي مشروع بينهار محدش فاهم، انا عايز ابدا على طبعا محدش بنيه سليمه. طبعا محدش فاهم انت بتعمل ايه. يعني انا قاعد كده وشايل كل حاجه، مفيش مسؤول قال لي انت مين انت، ولا حتى سال عن المشروع خالص. هو ايه المشروع خالص اللي انت عاوز تعمله؟ ولما بروح حتى اتكلم مع حد مش حد فاهمني خالص، لان انت مفيش مؤسسات. يعني لسه مفيش مؤسسات في الدوله، فمفيش حد يتعلم يعني ايه مؤسسات. فانا بسعى ان انا طبعا اتعلمت طبعا بره ان انا ازاي تدير مؤسسه وازاي تعمل دراسه جدوى وازاي تخش مناقصه. الحاجات دي كلها الشباب كتير ما يعرفوهاش هنا. فاتمنى طبعا صوتي ده يوصل. بس انت اتعلمت من كل ده؟ طبعا اتعلمت وخدت خبره لما طبعًا بدات تعمل كل حاجه بايدك. طبعا امال ايه يعني، الخبرات اللي انا اخدتها مش بسهوله. ودايما كل ما هتكبري كل ما هتلاقي الدنيا بتبقى صعبه اكتر. اكيد. بس للاسف يعني يمكن حضرتك كلمتيني وانا كنت خلاص يعني اديتيني الامل. يعني انت بعد مكالمتك انا جيت وانا طاير من الفرحه، رحت حلقت ولبست وظبطت وانا كنت يا فندم ده والله لاني انت عارف يعني ايه. لا وغير كده مشروع ممتاز، مشروع حلو ممتاز. يعني انا شايفه ان الفايده اكبر من ال شوف حضرتك النجاح اللي فيه. النجاح دايما لما توصلي للكتله السكانيه الكبيره قوي اللي الناس بتطفش منها. يعني دايما عندنا في الارياف لما واحد ربنا يرضيه ياخد فلوسه ويخاف من الناس دي ويطفش. تمام. انا اتحديت الكلام ده ليه؟ انا عايز اوصل رساله للشباب ان مش كل اللي ينجح وحش او كل اللي ينجح فلوسه مش حلال. بالعكس ليه يعني، اخدت بالك؟ يا استاذه هند بتبص لها ان اللي معاه فلوس ونجح جايبها من طبعا. فتخيلي بقى ان انت قاعده قابلتي وانت بتبني تعاون جنيه وعامله دراسه جدوى بمبلغ ما، المبلغ ده ما يقضيش، تقعدي تخسري وتجيبي عشان تستوري نفسك، وفي نفس الوقت ان انت بتعملي مشروع بتجري فيه عشان توصلي حاجه كويسه تفيدي بها الشباب وتفيدي بها ايه لا الدولة. طبعا انت حضرتك بتعمل حاجات كويسه طبعا بتفيدي الناس. طب انا ما اعرفش انا هي حاجه كويسه ولا لا، انت عارفه انا اتمنى ان حد يقعد يقول لي انت غلطان. لا الكلام عشان ارتاح يعني اللي انت بتقوله دلوقتي. شوف حضرتك انت يمكن حضرتك كلمتيني ان انا اجي في حاجه معينه قلت لك لا انا رسالتي اقوى فعلا. من افادتي. اكيد. يعني انا اتمنى ان مشروعي ده اللي هو تطوير وتحسين بقالة تموينية اللي هي البدال اللي حضرتك ما تعرفيش، ويمكن في ناس في الوزارة نفسها ما يعرفوش يعني ايه بدال تموين. لا ما فيش ناس يعني. خدت بالك؟ انا بسألك سؤال اني فعلا ما اعرفش يعني ايه. فشوفي تخيلي ان انت عندك 37 او حاجة و30 ما اعرفش العدد بالظبط بيوصل لهم دعم بحاجة و60 مليار شهريا. طب ما نعمل بالناس دي مشروع يفيد المواطن وتشغيل الشباب ويفيد الدولة. الشباب بدل ما هم قاعدين على القهوة لازم يشتغلوا بقى ويبتدوا يشتغلوا. والشباب النهارده مش لاقي. يعني انت تيجي تبص النهارده فين الشباب النهارده مثلا، مين اللي بيساعد الشباب؟ يعني مثلا ايه لو عندنا في مصر 1000 واحد زي احمد ابو هشيمه اللي بيدعي لمشاريع محترمه وبيدي طاقه ايجابيه للشباب وبيعمل حاجه اسمها ستارت اب باور اللي هو بيختار مشاريع وبيدعمها. شوف تخيلي بقى لو في كل المحافظات في رجال اعمال بيدعموا الكلام ده. مفيش عطلين. انا هاجي من دمياط هو هوصله ازاي ده؟ ما انا يبقى عندي واحد في دمياط واثنين يبقوا نفس السياسه اللي هو ماشي بيها اللي هو رجل اعمال ناجح عايز يدي فكره للشباب. اخدت بالك؟ انما احنا ما بنلاقيش حد. انت مش يعني مش بتلاقي، لو عندك اكتسبت خبرات كتير وبتروح تتكلمي مع حد مش لاقي حد ان انت يفهمك. هو يفهمك طبعا. لا 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 حتى المجتمع اللي انا فيه الناس بسيطه جدا. يعني انت لو جيت تبصي الناس ما طلعتش وما تعرفش يعني ايه انت بتعمل ايه. عشان كده هم بصوا لك بصه اللي هو بيعمل ايه؟ انت بتعمل هنا ليه؟ يعني ما تروح مدينه.
انا لما اعمل هنا كويس في مكان معروف هو انا لما اعمل حاجه كويسه في المكان المشروع، فعشان كده الناس بره مستغربه شويه، مستغربه ان المشروع ده بيتعمل ازاي او ايه اللي وصل لفكرته. بتعملي حاجه مش موجوده اول واحد يعملها، فدايما بيبصوا لك ايه ده هو بيعمل ايه، انت بتخسر كده. انت يعني واحد يقول لي ايه، بصي واحد يقول لي ايه، انت عارف انت لو رحت دمياط، لو كنت رحت دمياط الجديده وبنيت ده، كان زمانك قاعد باشا وبتاخد لك ايجار 30 60 الف جنيه. شفت التفكير بقى. ما هو الايجار ده، ما هو عشان ما فيش حد بيعمل في الاماكن دي مشاريع، الناس كلها بتروح على المدن. طيب الايجار بيعلى لان يعني في طلب كتير. طيب الايجار اللي بيعلى ده مش هيعود صاحب المحل اللي بيدفع 60 الف ايجار ده، مش هيحط الرقم ده على المنتج طبعا، والمواطن هو اللي خسران. لان المواطن طبعا لما تيجي هيحط هامش ربح اقل حاجه 40%. انا النهارده لما يبقى في قريه وعامل حاجه كويسه وافيدك كمواطن واحط هامش ربح بسيط، هشجع كل الناس، لان الناس بتبص لبعض. احنا في مصر هتعملي حاجه كويسه هتلاقي الناس كلها عامل حاجه كويسه. انما للاسف احنا عندنا حاجه اسمها اعمل في مدينه ما تعملش في قريه. زي مثلا في حاجه مثلا منطقه صناعيه، يعني انا لما رحت عشان ارخص مصنع، يعني انا عامل دورين ودور تاني، عامل كيان ان انا اعمل فيه مصنع واعمل فيه مكتب واعمل فيه سنتر. فلما جيت ارخص مصنع قال لي مالكش ترخيص. ازاي ده؟ قلت له قلت له يا فندم انا ما هو لازم تروحي منطقه صناعيه. ازاي؟ لازم تروحي منطقه صناعيه. طيب قلت له يا فندم ده انا هعمل هخيط وهجيب الناس ويشتغلوا وانت حضرتك تساعدني. انا هشغل الناس كمان. قال لي قال لي لا لازم تروح منطقه صناعيه، ولو السنه الجايه جيت حتى لو انت اشتغلت هتجبر ان انت تروح منطقه صناعيه. ازاي دي قوانين هم اللي هم قالوا عليه الضوء على المنطقه الصناعيه وبلاش المناطق الثانيه. طبعا قلت له طيب خلاص انا هعمل رخصه عاديه عشان الحق اكمل مشروعي واخش ستارت اب في المشاريع المنشاه. لقيت رخصة برضو في معوقات ان انا مش عارف اطلع رخصة عشان انا راجل باني وخلاص انا كنمت. طب ما تديني حضرتك رخصة مؤقتة عشان اكمل مشروعي، انا بنهار. شوفي تخيلي ان انا بتكلم كده مع المسؤولين، ما فيش حد مش عندي كلام. يعني المفروض هم يساعدوك في أكيد مشروعك ده. اكيد طبعا، بدل ما يجيبوا احباط. يا فندم احنا المفروض حتى في مسؤولين لمحين، يعني المفروض يبقى المسؤول ده لازم يكون عنده قدرة. بتعمل ايه انت؟ انت مين بتعمل ايه؟ هتفيد ايه مشروعك ده؟ طبعا انت مكانك فين؟ انت فكرني انا ساعتها اهو في حد جه سالني او دور او عمل لي حتى كشف حساب، انت منين ولا بتعمل ايه؟ مفيش حد خالص ولا في لجنه. انا قاعد اجري يمين وشمال لوحدي وشايل الهموم لوحدي، ولو جت النهارده اتزنق وبقول لواحد اديني مش اديني، لان هو باصص لي انت بتطلب النهارده امال انت كنت بتعمل كل ده ليه؟ ما يعرفش ان انا مرات بظروف تعوم جنيه، ما يعرفش ان انا مرات بظروف غلا، ما يعرفش ان انا مرات بكورونا، ما يعرفش ان انا مرات بتقنين، ما يعرفش ان انا كان معمول زي 56 قضيه. شاب مريت بظروف صعبه ومع ذلك انت قمت من تاني وبتعمل مشاريع كويسه وبتزيد البلد. موضوع الحلقه يعني مش عارفين صراحه حضرتك يعني ايه المطلوب من الساده المسؤولين؟ تطلب يعني منهم ايه؟ انا بتمنى من الساده بتمنى من الساده المسؤولين ان هم يعني سيادة الرئيس دعا لتطوير ألف قرية. يبقى في شباب، نبعد عن الناس الكبيرة شوية ونجيب شباب عندهم ثقافة وإرادة إن هم يطورهم وينزلوا الكرة يختاروا، يعني المشروع اللي يستحق الدعم يدعمه. إنما النهاردة أنا أجي النهاردة أقعد أعمل وأكسر وأغير وأعمل وأفشل وعشان كل ده، يعني مثلا أنا فشلت مرة لا أحاول تاني وتالت وحاولت تاني نفس المكان وكانوا يقولوا لي ايه تاني؟ قلت لهم ان شاء الله انا هنجح من هنا. يعني انا زوجتي بتقول لي تاني، قلت لها بصي انا هفضل ورا مشروعي لو هنزل اركب توك توك. استاذ محمد طبعا الحلقه بتاعتنا جالت في ثانيه. والله يعني نفسنا نكمل صراحه الكلام بس في السريع كده للشباب. طبعا الشباب الفتره الحاليه محتاج طاقه، محتاج حد يسنده بجد والله. لاني انت عارفه ان لما فاتح سنتر وباجي اسال الشباب انت معاك كام، مفيش حد معاه حاجه، في الشغل. فعايزين مشاريع. المشاريع على فكره كتير بس مش لاقيين اللي يدعم الشباب. احنا من هنا طبعا بنناشد الساده المسؤولين نلاقي حد يدعمنا ونلاقي حد الله يخليكي.
وتشرفت بيكم طبعا. بتمنى لكم الحلقه عند حسن ظنكم ان شاء الله. والله جرت بسرعه طبعا الحلقه اكيد. وطبعا انا مبسوط جدا والله ان انا طلعت اللي في قلبي. يمكن انا متوتر شويه بس مش اقوى من الاحباط اللي انا كنت فيه. لا ان شاء الله تكون حلقه موفقه. طلعت اللي في قلبي على الهوا عشان ارتاح. ان شاء الله يا فندم. الله يخليك يا فندم. تكون حلقه موفقه لحضرتك ان شاء الله. الله يخليك. طبعا كده وصلنا لنهايه حلقتنا ولسه نهايه برنامجنا. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه.